رغم مرور أسبوع على حادث التدافع خلال عيد الشعلة اليهودي في جبل الجرمق الذي لقي خلاله 45 شخصا مصرعهم، إلا أن هناك محاولات من جانب مسؤولين سياسيين لمنع التحقيق في الحادث المأساوي. واعتبر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي أنه تجري محاولات لتحميل الشرطة كامل المسؤولية، فيما تقول جهات في الشرطة أنه تجري محاولة لتحميل قيادة الشرطة للمنطقة الشمالية للشرطة المسؤولية عن الحادث. وشرع قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة التابع لوزارة القضاء ماحش بالتحقيق، لكن صحيفة يديعوت أهرونوت لفتت اليوم إلى أن كافة الجهات السياسية تحاول بذل كل ما باستطاعتها من أجل الامتناع عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الحادث. وأضافت الصحيفة أنه في أعقاب اجتماع قيادة الشرطة في مقر قيادة المنطقة الشمالية في الناصرة، سارعت جهات إلى تصوير ذلك الاجتماع كمحاولة من جانب المفتش العام للنأي بنفسه عن الإخفاق بوضع حدود على المسؤولية عن الكارثة وتحميلها على المنطقة الشمالية للشرطة فقط. ونفى شبتاي هذا الانتقاد له وقال في محادثات داخلية حسب الصحيفة أنه جئنا إلى مقر المنطقة الشمالية بدافع طاهر، وهو دعم أفراد الشرطة في هذه المنطقة، ولا أفهم كيف يحاولون إعطاء تفسير آخر لا علاقة له بالواقع، ولن أسمح بأن تكون شرطة إسرائيل كبش فداء لأي جهة كهذه أو تلك حول أداء معطوب طوال سنين من جانب جهات عديدة. وفيما تحطم كل شيء في النهاية أمام الشرطة عندما تعين عليها احتواء هذا الحادث طوال سنين. ونقلت الصحيفة عن شبتاي قوله في محادثات مغلقة إنه ترك فراغا في جميع التحضيرات للاحتفال في الجرمق، لم تتحمل أي جهة مسؤولية عن الاحتفالات، والشرطة علمت أنه في جميع الأحوال سيشارك فيها عشرات آلاف المصلين إلى الجبل. وحتى لو كنا سنقول أنه لن تجري احتفالات، ففي العام الماضي أيضا أثناء كورونا وصل عشرات الآلاف. إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام جولتنا البانورامية، لا تنسوا متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى اللقاء.